مساء الخير. من 15 يوم التقينا آخر مرة. اليوم نيشان يبكي الجمهور بمقطع فيديو. السرطان يفجع العائلة، وما ستشاهدونه مؤثر جدا. نشر الإعلامي اللبناني نيشان عبر صفحته الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو يرصد قيام مجموعة من الأشخاص بحلق شعرهم تضامنا مع أصدقائهم أو أقاربهم المصابين بمرض السرطان. وأراد نيشان من خلال هذا الفيديو التأكيد على أهمية الدعم النفسي والعاطفي للشخص المصاب بالسرطان في رحلته العلاجية، وكتب قائلا: فيديو مؤثر جدا، يحلقون شعرهم ليشاركوا مرضى السرطان معاناتهم. وأضاف: إن أصيب أخوك أو أبوك بالسرطان، أو أصيبت أختك أو أمك أو قريبك به، أصبت أنت بالوجع نفسه. السرطان يفجع العائلة، كل العائلة. قبل ما نبلش الحلقة بتقولي له الله يوجه لك خير، والله الله يغمق لك، الله يغمق له. وتابع: عناقك دعم، كلمتك دعم، ابتسامتك دعم، اهتمامك دعم، صلاتك، اتصالك، تعاطفك قوة. العلاج قد يسقط شعورهم بالأمل، والحب يرفع شعار ما من مستحيل. أحببهم كثيرا، رحلتهم قد تكون شاقة ومتعبة، حبك شفاء. ومن ناحية أخرى، كان كشف الإعلامي اللبناني نيشان لأول مرة تفاصيل عن تكفل الفنان السعودي راشد الماجد بدراسته للماجستير في سويسرا قبل سنوات. أوكي ميشيل، خبرني لما كنت رايح أنت وأنتوني تجيبوا له جاتو. وفي التفاصيل، وخلال حلول النجم السعودي ضيفا على برنامج نيشان الجديد جلسة عمر، قال نيشان: بدي خبرك سر. ليرد راشد: طفوا الكاميرا. وأكمل نيشان حديثه: سر مع الناس، بدي اتشارك هالجزء من حياتي مع الناس. كنت مقرر انه اذا الله جمعنا بشي لقاء اني خبر الناس. وتابع: سنة 2011 يا جماعة اخدت اجازة من التلفزيون من ام بي سي حتى اخد شهادة ماجستير تانية. اتصلت وقتها براشد وقلت له بدي سافر على سويسرا اخد شهادة ماجستير بفلسفة الاتصال والتواصل، ولانه اخ وصديق قلت له: بتعرف هالقصة كتير غالي. قال لي: روح دروس وذاكر صح. اسألوني لها حبك حب ما حب بشر. وأضاف نيشان: بذكر تماما بعد أسبوعين سفرت على جنيف، رحت على الجامعة حتى أدفع القسط، لقيت القسط مدفوع. بعد بفترة أخذت اتصال برايفت وإذ بسمع صوت راشد: هاي كيف حالك؟ دغري ربطت إنه هو اللي دفع القسط. وأكمل حديثه: قال لي راشد دروس عني وعنك، وسألني عن أعلى علامة، قلت له 10/10، وأنا تخرجت 4/4. واليوم إجا الوقت أقول أنا ممتن لأنك بتدعم بهدف النجاح، وهيدا الشي حبيت شاركه مع ملايين المتابعين بكل تقدير وامتنان.